تكون معكم الدكتور عبد الرحمن كريويل، الرئيس نتاع مجموعه سوبيم تي اي ديال المدارس المهندسين ومدارس الاداره. احنا قمنا بحمله تبرعات عينيه باش نساعدوا المناطق المنكوبه بالزلزال هذا الاخير اللي وقع، وقمنا بالجمع عندنا في المقر ديال المؤسسه ديالنا في الرباط في شارع العلا بن عبد الله، وجينا من يوم الاثنين صباحا يعني فجرا شدينا الطريق وصلنا لهنا يعني لا يوم الثلاثاء وثلاثاء ليلا كنا هنايا، وحاولنا نمشيو للمناطق اللي ابعد. احنا هنا في ثلاث يعقوب يعني قراب من بؤره الزلزال، مناطق يعني اللي تضرات بزاف واللي المساعدات تبارك الله موجوده لقيناها في الطريق بكثره، ولكن يعني اللي تمشي ابعد هو الاقل. احنا حاولنا نمشيو ما امكن بعيد باش نوصلوا الناس اللي ما تيوصلوش بسبب المساعدات الحمد لله. ولقينا يعني الحمد لله المجهودات نتاع السلطات، المجهودات نتاع المغاربه كلهم، يعني هذه لحظه تاريخيه تعيشها المغرب بهذا التضامن اللي عايشوا هذه الايام، وفرحنا بهذا الجو، وفرحنا بان تنشوفوا الناس يقدروا يستافدوا من مساعدات ديال المغاربه. حنايا غير وسيط الخير، حاولنا نجمعوا ونجيبوا داك الشيء لهنا، والدراري تبارك الله تطوعوا وجاو وداروا مجهودات باش هذا الشيء يوصل للناس. كاين الناس اللي تيجيو من الدواور بعيده تيجيو باش ياخذوا داك الشيء اللي خاصهم. كاين احتياجات كبيره لكل ما هو اغطيه، افرشه وخيام، وكل شيء تيسول على هاد النقط بالضبط، يعني لان البرد داخل، هما عارفين الناس المنطقه ان راه دابا هاد البدايات البرد داخل، دونك تيأكدوا على هذه النقطه. وتيش ننصح اي واحد باغي يزيد يساهم انه يركز على كل ما هو خيام وافرشه واغطيه، لان الناس ديال المناطق المنكوبه محتاجينها. بصراحه نقول لكم واحد المساله، من كنا تما تيقولوا لنا الناس راه يكون عندكم عرقله في الطريق، يكون عندكم هذا، واش السلطات تسهل وتدير واحد المجهود جبار، وحنا حتى باش يدوزوا هاد الرموكات الكبار في الطريق يعني كرفصنا معنا كاع الناس اللي في الطريق والسلطات وكل شيء باش يحاولوا يحلوا لنا الطريق، تعاون عجيب. يعني هاد نقطة مهمة. بالطبع الطريق شوية صعيبة تتاخذ الوقت، لان يعني كاين انهيارات وتيبقاو كل مره يفتحوا بعد مره تنتسناو. ملي تيقولوا الناس الطريق مبلوكيه، ماشي مبلوكيه بصح، شنو هي مبلوكيه؟ تتحبس شويه وتتطلق، يعني بعد مرات لان دائما كاين التراكس وكاين الامور خدامين، فيما يكون شي انهيار صغير تيوقع تيعاودوا يعالجوه ويقادوا الامور باش الامور تتسلك. يعني الصعوبات هي هذا الوقت الطويل اللي كاين، وما عدا ذلك الحمد لله. يعني هذا بالطبع كاين صعوبات اخرى في انك تختار الناس اللي محتاجين اكثر، هذه صعوبة حقيقية، لأن الحمد لله الناس المنطقة الله يعمرها دار كانوا شي ناس في الطريق شي دواور تيقولوا لنا حنا راه وصلنا بزاف ديال المساعدات، غير سيروا لهذوك اللي بعد، راه من ابتداء من واحد النقطة يلاه تفتحت لهم الطريق بارح، إذا راه مازالين محتاجين أكثر. وفعلا هذا الشيء اللي لاحظنا ملي حاولنا نتجاوزوا ذوك النقاط ونمشيو أبعد، فتقدر توصل الناس يعني اللي محتاجين أكثر لهذه المساعدات. لقينا الناس ديورهم اللي تهرسات، اللي ما تهرساتش مشقوقه وقايله السقوط ما يمكنش يسكنوا فيها. اذا الناس راهم في العراء، هذه ما كاين هذه النقطه ما فيهاش نقاش، تيقلبوا على الضليله وعلى الشجر باش يجلسوا فيهم. الليل راه فيه البرد شويه، تجي البروده، في النهار كاين الشمس، دونك الناس فريمون محتاجين للماوى. وان شاء الله انا تنظن ان الصعوبات الحقيقيه اللي مازالت تبعنا كبلاد هي كيفاش ايواء هاد الناس بطريقه يعني دائمه، اعاده الاعمار ديال هاد المناطق، لان هاد الزلزال كان بصراحه يعني مدمر وقوي. ولكن الحمد لله انه تضامن المغاربه والتعاون بين المغاربه، يعني سواء السلطات سواء الشعب من جميع النواحي المغربي من جميع الفئات، شي حاجه اللي تتحس بواحد الحراره والدفء ديال الوطنيه، تتحس بان الحمد لله تندوزوا بمراحل يعني فتره وايام تاريخيه اللي تعيشها بلادنا بهذا التضامن القوي اللي كاين مع امام هذه الكارثه. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.